أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب، طلاب في الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب تتعرف على العدد المعدود وتقوم بإعراب ألفاظ العقود إعراباً. من المعروف أن الأخطاء اللغوية ليست جديدة عند متحدثي اللغة العربية، فقد وجدت في الكتابات القديمة وعند شعراء العرب وبعض اللغويين، ولكن ما هو جديد في هذه المسألة أن الأمر اتسع وزاد انتشاراً في العصر الحديث، فأخذت هذه الأخطاء تغزو جميع الفنون اللغوية. من أبرز هذه الفنون العدد في النحو، فلجأ الكثير من الطلبة والعامة لاستخدام الأرقام بدلا من الحروف لتجنب الوقوع في خطأ كتابته. إن العدد هو اسم نكرة يأتي للدلالة على مقدار الأشياء المعدودة وترتيبها، وهو نوعان: العدد الأصلي والعدد الترتيبي، ولكل واحد منهما أقسامه في التذكير والتأنيث والإعراب والبناء. أقسام العدد في النحو: الأعداد الفردية، الأعداد المركبة، ألفاظ العقود، والأعداد المعطوفة. الأعداد الفردية هي الأعداد التي تضم واحدا من عشرة مفردة ومائة وألفا ومليونا. الأعداد المركبة هي الأعداد التي ركبت مع العدد عشرة وتضم واحدا إلى تسعة. ألفاظ العقود تضم الأعداد عشرين إلى تسعين. الأعداد المعطوفة هي الأعداد الفردية المدمجة والمعطوفة على ألفاظ العقود وهي واحدة إلى تسعة. قواعد العدد المعدود: الأعداد المفردة العددان واحد واثنان يوافقان العدد دائما سواء بالتذكير أو التأنيث ويعربان نعتا له، ولا يوجد تمييز بينهما، وهما يتبعان في الإعراب سواء في الرفع أو النصب أو الجر. مثال: جاء طالب واحد، جاء طالبة واحدة. والعدد اثنان يتبع المثنى في الإعراب، فنقول: جاء طالبان اثنان، وجاء طالبتان اثنتان، وقابلت رجلين اثنين، وقابلت امرأتين اثنتين، وسلمت على رجلين اثنين، وسلمت على امرأتين اثنتين. أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة وما بينهما تخالف هذه الأعداد المعدود دائما، حيث تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر وتعرب حسب موقعها من الجملة. مثال: حضر أربع جنود، ودعوت أربعة جنود، ومررت بأربعة جنود. فيعرب العدد أربعة في الجملة الأولى فاعلا، والثانية مفعولا به منصوب، وفي الثالثة مجرورا بالكسرة. العدد ثمانية له استعمالات خاصة، حيث تبقى ياؤه في حالتين: إذا كان مضاعف مثل جاء ثمانية أطفال وجاء ثمانية طالبات، وإذا كان غير مضاف والمعدود مثل نجح من التلاميذ ثمانية. أما إذا كان المعدود مؤنثا وهو غير مضاف فيعرب إعراب الاسم الناقص، حيث تحذف الياء في الرفع والجر وتبقى في النصب، مثل حضرت من الطالبات ثمانية، وسلمت على ثمانية، وشاهدت من الطالبات ثمانية. مفهوم المركب عزيز الطالب في اللغة يعني تركيب مفردتين أو جمع بينهما لتكونا اسما واحدا، له معنى جديد دون الربط بينهما بحرف عطف، وللتركيب عدة أنواع، منها العدد المركب الذي يعرف على أنه ما ركب من العدد 11 إلى 19 ومن 11 إلى 19. فأما الفرق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية للأعداد هما 11 إلى 19 والحادي عشر إلى 19، هو أن الأولى تندرج تحت قسم الأعداد الأصلية التي تدل على كمية الأشياء المعدودة، أما الثانية فهي من قسم الأعداد الترتيبية التي تدل على رتب الأشياء وتسلسلها. قواعد العدد المركب: نستعرض فيما يلي أهم قواعد العدد المركب. العددان 11 و 12 إن العددين 11 والثاني عشر أحكاما معينة نذكر منها: مطابقة المعدود في التذكير والتأنيث، فإذا كان المعدود مؤنثا فالعدد يكون مؤنثا أيضا بجزئي، وإذا كان المعدود مذكر فيكون العدد مذكر بجزئي. فنقول: كتبت اثنتي عشر رسالة، ورأيت 11 طائرا. فالمعدود هنا في الجملة الأولى هو رسالة وهو مؤنث، فنجد أن العدد اثنتي عشر جاء مؤنثا. أيضا في جزئيه مثل معدودة، في الجملة الثانية المعدود هو طائرا مذكر، فنجد أيضا أن العدد 11 جاء مذكرا في جزئيه مثل معدودة. كتابة العدد المركب في أول جملة ومعدود. شاكر لكم حسن استماعكم وتعاونكم.